بالنسبة لمواقف السيارات في مدينة غزة فإنها تعاني من أزمة حقيقية، وذلك في الشوارع التجارية خاصة نظرا لما فيها من مؤسسات اقتصادية ومحال تجارية وكذلك العديد من المؤسسات الخدماتية. تستمر هذه الأزمة على مدار النهار، ذلك أن موظفي المؤسسات في الفترة الصباحية يقومون بأشغال هذه المواقف. بالنسبة للفترة المسائية فإن المنطقة تعتبر منطقة تجارية من الطراز الأول، بالتالي تحدث أزمة صباحا مساء تقريبا في هذه المنطقة. طبعا هناك عدة طرق لعملية إدارة مواقف السيارات هذه، منها استخدام الطرق التكنولوجية المتقدمة، ومنها استخدام ماكينات الدفع المسبق اللي هو ممكن نسميها البي اند سبلي، بحيث يقوم المواطن بوضع قطعة نقود في هذه الماكينة فتصدر له هذه الماكينة تيكت مكتوب عليها التاريخ والوقت، يقوم المواطن بأخذ هذه التذكرة ووضع على طابلون السيارة، مما يتيح لمراقب الموقف من رؤيتها والتأكد من أن هذا المواطن قام بحجز الموقف. الحل الآخر هو استخدام منظومة عمل إلكترونية، بحيث يتم استخدام أو عمل عدة تطبيقات هواتف ذكية. التطبيق الأول يخص المواطن بما يفيد في حجز هذه المواقف، التطبيق الثاني يخص مراقب الموقف للتأكد من عملية الحجز بالنسبة للمواطن.